ديال المترو اللي جات فيها التصميم سيئه. حنا ساكنين هذا الخراب كنشوفوها عقابيه بالنسبه لنا حنا، عقابيه بالنسبه لنا حنا. الناس ديالها هاجروا لان ما جبروش كيفاش يعملوا باش يبنيو ولا يصلحوا، لان حتى الرخصه للاصلاح ما كايناش، لان حتى الرخصه للاصلاح ما كايناش. الحومه هي النوف ديالها مفتوحه ومعدل الطرق والبني ما كاينش. فهمت انا عندهم كنقولوا لهم بني، كيقول لك بني 500 متر، ما كاينش 500 متر ما عندي فيه. يقول لك بني 500 متر، ما كاينش 500 متر ما عندي فيه. ما كاينش مره ما معناتها شي حاجه، كنطالبهم شي دوالي يشوف لنا بعدا نجمع لنا وشوف لنا شنو خصنا. وهذه حنا ما كنقولوش هذيك البني العشوائي، يجيو يفصلوا الطرق ويعدلوا الناس، وهذه حنا بدنا كتعجبنا الحي بحال هذا. التسميه ديال المترو اللي جات فيها التصميم سيئه، حنا ساكنين هذا الخراب كنشوفوها عقابيه بالنسبه لنا حنايا، بحال اللي عاقبونا بها. لان هنايا كيقول لك كاين تجزئه قريبه لنا كيرخصوه في 100 المترو. حنا هنا بالنسبه كنحسبوها بحال تجزئه، انت كتشوف هاد الطريق ها هو هاد الحر ها المسبوعه عقابيه 500 المترو ما غيستطع حتى شي واحد، وما عنده حتى شي واحد هاد العدد هذا اللي كيلزموا علينا. هذا هو العقاب. حنا صبحنا كنمشيو كنفضلوا نمشيو نسكنوا في القراوي او نهاجروا المدينه، ما عندكش فيه تسكن لا انت لا ولادك، ما كيعطيوناش الرخصه وهاد التصميم التهيئه هو ولا ما كاينش البني، ما كاينش، ما عمر غتكون التنميه هنايا. انا المشكل ديالي ما كرهتش نهجر من هاد التسع مره مابقاش هنايا تماما. علاش؟ انا نقول لك علاش، حنا ما كيستقبلنا حتى شي واحد، كنمشيو عند المسؤولين كنهضروا معاهم كيكذبوا علينا كنمشيو بحالنا. دابا 2009 حنا هذيك المهنه ديالنا هذا كياكل مع هذا، والناس كتبني 20 المترو 70 المترو 20 المترو، مساكن الناس ضعافين. وانا كنعرف الظروف ديال الدوار، هذاك خصو 20 المترو ما كيقدرش عليها. هاد الناس هادو جاو عدلوا لنا الطريق، سيد الوالي العقوبي عدل لنا الطريق، عملوا لنا الديوان، عملوا لنا واد الحار. الحومه هي النوف ديالها مفتوحه ومعدل الطرق والبني ما كاينش. فهمت انا عندهم كنقولوا لهم بني، كيقول لك بني 500 المترو، ما كاينش 500 المترو ما عندك فين تمشي. انا حاليا عندي غير طريف الارض، بغيت نبني انا ولدي فيه غنبني له 500 متر فيه غادي نبني له. كنطالبوا من المسؤولين يبقاو بعدنا غير يسمعوا لنا الهضره ديالنا اللي كنعملوه. غنبنيو حنا هذه ديالنا، نبنيو الدويريات ديالنا، وهذا هذه مع هذا وهذه. ما حنا داك الشيء اللي كيشري داك 60 متر ولا 70 متر داك ماشي شغلنا فيه حنايا. حنا كنضربوا على راسنا، حنا ولاد القريه وسلاليين وخالقين هنايا. وانا كنمشي للعجيب، كنمشي للعوامه، كنمشي لسيدي الدريس، كلشي كيبني. كنبني 50 متر 60 متر 70 متر 100 متر. كيجيو هذا الموطع هذا كيقول لك كيقول لك ما كاينش يا سي هذا ممنوع هنا، غير هذا الموطع هذا. وكنتحسوا كنزيروا كبنادم كيجبر في واحد الشيء مزير مقهور. كتمشي للحومه ديال الناس كتخدم، ومن كتجي للحومه ديالك والسلالي وخلق هنايا وهادي، ما كتقدرش تعمل حتى شي حاجه. غير تهلا كتبدا تعدل شي حاجه كيجي لك القايد يقول لك حبس حالي والو هنايا، تتكون رخصه هنايا تنو الرخصه عطيونا الرخصه ما كايناش. ماشي حنا خصنا نسكنوا بحال الحومه الشوك ولا بحال شي حيوان. حنا كنقولوا لهم يجيو يراقبوا هاد الشيء هذا، هما دابا شادوا علينا الدبان مره ما عندك فيه تمشي، ما كرهتي بنادم يهز ولادو يمشي بحالهم شي موطا. وهذا التنزيل او تفعيل هذا النموذج ديال الوثيقه التعميريه فهو كنعتبروه كساكنه حي الخرب انه عبثي وغير واقعي وغير يتماشى مع المجتمع اللي كيعيش في هذا الحي. بالتفاصيل اكثر، منطقة حي الخرب في تصميم التهيئة في الوثيقة التعميرية 500 دلمتر، بالإضافة 2000 دلمتر، يعني أواحد حنا كنحاولوا هاد 500 دلمتر أنها كاينة غير في التجمعات السكنية، ما بالك إذا لاحظنا على أن المنطقة عندها أواحد بمعنى 2000 دلمتر. إذا جوج الملاحظات أساسيا من هذا المنبر، كنستعطفوا والي جهة طنجة الحسيمة السي محمد السي محمد المهدية أنه يوقف جوج الملاحظات في الوثيقة التعميرية الأولى هي 500 المترو. هاد ساكنة حي الخرب ما قدرش تعلى 100 المترو. التصميم التهيئة اللي عدلو المهم من 2016 و2019، ودابا يعني كل مرة كنعملوا تعرضات على أن هذا الحي يعني ما فيهش ديك المساحة اللي طالبين هما، ما كاينش الناس اللي عندها 500 المترو باش تبني دار في 500 المترو. حنا عارفين بأن ماشي غاتبني 500 تقريبا. شحال الناس هنا؟ تقريبا واحد من 800,000 أسرة، والأسر ماشي ما بقاوش داك الشيء القديم عندهم العواوس تتوهنا، العواوس راه كبروا، كاصو يبني له، كاصو يجوجو، كاصو فين غيسكنوا،
مي كتمشي تطلب الرخصة كيقول لك اخاي انت هنا ما عندكش 500 متر وما تهدرش معنا. دابا هاد التسميه هي يعني من 2003 وحنا 2022 يعني 19 عام. ما يمكنش لي ولا الوالده ولا الخاي ولا الوالد ديالي يبقى 20 سنه اخرى عاود الا ما تصلحش هاد الوضع. دابا يعني هاد القريه هادي اللي كنسميوها قريه وهي حي يعني 20 سنه ما تكون فيها لا تنميه لا والو. وهذا كيخالف الخطاب ديال صاحب الجلاله اللي كيقول بان ينميو الهوامش ديال المدن. وهذا راه هامش، هذا هامش كبير ديال المدينه لانه هو الدخله ديال طنجه. في نفس الوقت حنا ما قاصناش ديك البناء العشوائي اللي يكونوا بحال حومه الشوك. حنا ماشي في الصالح ديالنا، ماشي في الصالح ديالنا ان يكون هنا بناء عشوائي. وفي نفس الوقت خاصنا المسؤولين تتحرك لان هادشي هذا ما كيهمهم حتى هما، ماشي حتى ترجع لحمه الشوك عاد ما غنقوزوا لا الطريق ما غنقوزوا لا الواد الحار ما غنقوزوا لا هذه الارض باقا فيرج. يعدلوا يشوفوا يعملوا واحد النموذج. هذه دابا قريه صغيره او لا حي صغير، يعملوا واحد النموذج يطبقوه يكون هذا هو الاولاني. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.